ناخذ انا شويه ديال القرعه وشويه ديال اللفت والحمار وديال هذا ولكن تمشي لي انا من هذيك البنه ديالها وتبقى تطور في اللفت كيفاش هي وتصيفطيها لا قلت لك راه خصك تعلمو كيفاش تاكل بالعقل ولكن ماشي تبقى تضرب بها وتزيد بها باللبن وتطيحي كاو البلبوله اللي كنقول لكم راه كاين شي حاجه خايبه وشي حاجه خايبه بزاف السكسو خايب بزاف البلبوله على الاقل بعدا اخف واقل ضرر مزيانه البلبوله ماشي عاد ثاني نقول لكم البلبوله مزيانه وضرب لي واحد اذا كنتي كتختار بين البلبوله وبين السكسو راه البلبوله احسن بزاف ضرر راه وثاني في قبيله راه الخبز راه جنيه هذاك جنيه وجنيه عاد كنعاود غادي نفوز الجن ديالي عقبال لي الزوق عليه هو الخبز الخبز الابيض الخبز ديال الزنقه الزنقه دوك اسمح لي واحد المداخله تاع الزوج ديالي عنده السكر وهذه دابا سهر يعني الخبز تلغى يطريب في الفطور غندير الخضره كلها في الكسكاس كياكل غير بالمعلقه والحمد لله لقى السكر مزيان الطونس فيه مزيان حتى الوزن نقص مهم هذه نصيحه ما كنبغيش انا هي مزيان سي تري بيان تري بيان الريجيم ديالي غير مخير ولكن خصنا نفكروا بالريجيم اللي قابل باش يتحقق ماشي غادي ماشي انا كنجي كنقول لك انت كنتي زرايدي وكنتي كتعمل زرايدي تنقص درجه بدرجه قول وقيس تري بيان الى تعلمتي غير تاكل لي سلطات بزاف قلل من الخبز خضار ما تضربش ليا كوكا وما جا وراه فهمتيني وتحيد هذوك الفيكيرون كلهم ما جا ورا الخبز كاين الخبز وكاين لي بات وكاين الروز النسويات كلها القطاني هذا ما عنديش مانع علاش ما نسوق عليه انا علاش ما ياكلش الطاجين مع الدار هادي ياكل وسميتو المذاق ديال هذا ديال الخضره الثاني واحد ملي كتقول ليه على المسوس صعيبه حتى مع الناس ملي كيكون معروف ضروري هذيك راه شي مرات كي اي ديال النهار ولا ديال يومين ولا ديال السيمانه راه حياته كلها يعني اذا تعلم كيفاش ياكل في الفطور الفطور كيفاش كديروا ليه خبز ماشي سهل